يعطيكم العافية. هسا راح نحل سؤال الستركت. نفتحه. تمام. طيب راح نمشي مطلوب مطلوب ونشوف كيف راح نكتب الكل. طيب بالبداية حكينا write a program that define a struct course with following members. يعني بدي أعرف course struct فيه two members name تمام وفيه integer variable grade. خلينا بالأول نعمل editor write. تمام. طيب حكينا كيف بدنا ننشئ struct. ننشئ struct عن طريق أول إشي بكتب struct. تمام. بعدين شو اسم ال struct course. بفتح القوس بسكر القوس وبحط semicolon. داخل ال struct في عندي two members variable. في عندي أول members اللي هو name للكورس of type string. فبحكي له string name. تمام. تاني members اللي هو integer variable grade اللي هي ال grade للكورس. ف integer grade. تمام. يعني أنشأت struct course. داخل struct course في عندي two members variables. أول members اللي هو name للكورس of type string وتاني members اللي هي ال grade للكورس of type integer. تمام. طيب المطلوب الثاني بدي أعرف struct student. شوفوا كيف أنا وين بنشئ الستركت. بنشئها فوق المين مش جوا المين. فوق المين ننشئ الستركت. تاني ستركت بدي أنشئ اللي هو student. نكتب ستركت اسم الستركت student. بفتح القوس بسكر القوس وبحط semicolon. تمام. طيب داخل الستركت ستودنت في عندي 3 members variables. اول اشي بحكي لي string variables name indicating for student name. يعني في عندي variable name of student data type له string. بحكي له string name. تمام. طيب تاني variables اللي هو array of type course struct of size 4. يعني في عندي أنا array السايز إلها 4 الداتا تايب إلها التايب كورس استراكت. الكورس استراكت اللي أنا أنشأته. فالكورس استراكت اللي هو كورس اسم الأري اللي بدي أسميها مثلا بسميها my اللي هي my courses. تمام. السايز لهي الأري 4. تمام. تالت إشي بحكي لي a print function that print information of a student. في عندي a print function void هو عبارة عن a print. ما بدي أكتب هنا implementation لهذا function. بدي أحط semicolon. تمام. حكينا عادي يكون في عندي a print function داخل the struct اللي أنا بنشئه. عادي يكون عندي variables. تمام. طيب في عندي نقطة مهمة بدي أحكيها إنه أنا الممبرز اللي داخل الستركت دايما بابليك. شو يعني بابليك؟ إنه أنا بقدر أعمل عليها أكسس مباشرة. يعني 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 ما بقدر أعمل عليها أكسس عن طريق اسم الفاريبلز مباشرة بأي مكان. تمام. طيب هسا أول شيء أنشأنا الستركت كورس. الستركت كورس حكينا في عندي تو members string name للكورس والgrade للكورس. تاني struct student. الstudent في عندي name للstudent of type string وفي عندي array اسمها my courses size إلها 4 type إلها course struct. تمام. شو يعني course struct؟ يعني أنا داخل هاي الarray. تمام. في عندي 4 element هي index 0 index 1 و 2 و 3. كل index data type له course struct. يعني بكل index أنا في عندي name للكورس و grade للكورس. تمام. بالindex 1 في عندي name للكورس و grade للكورس. تمام. وفي عندي function print. طيب تمام لحد هون أنشأنا two courses. ثالث مطلوب بحكينا بدنا ننشئ function اسمه read. شو وظيفة هذا function؟ وظيفته read the data of student variables. بدي أعمل
read function يقرأ للمعلومات تبعون للستودنت. شو هني معلومات الستودنت؟ اللي هو اسم الستودنت، النيم للستودنت، ومعلومات الأربعة كورسز اللي ماخذها هذا الستودنت. لكل كورس في له نيم وجريد، تمام؟ بدي أعمل سي إن داخل الفانكشن اسمه read. فالفانكشن اسمه read هو عبارة عن void function، فبحكي له void read، تمام؟ هذا read function بيستقبل لي variables، تمام؟ of type student، تمام؟ لأنه أنا كيف بدي أقدر أعمل cn للمعلومات تبعون student من دون ما يكون في عندي variables of type student struct، عشان من خلاله أعمل cn للname للcourses الأربعة، النيم لكل واحد والجريد. فلازم هذا الفانكشن يستقبل لي variables of type student مثلا us، تمام؟ طيب خلينا شوي بالمين، نمشي فيه شوي بالمين. بدي أنشأ أول إشي variables of type student، تمام؟ بعد ما أنشأت هذا ال variables of type student بدي أعمل كول لل function read عشان أبعث له هذا ال variables عشان يعمل cn لكل معلومات ال student. فبدي أعمل كول مباشرة للفانكشن read، هذا الفانكشن void، فبعمل له كول مباشرة عن طريق اسمه، وبعت له البرميت اللي هو بستقبلها اللي هو variables of type student struct اللي أنا عندي هي std، تمام؟ هذا ال std رح يروح على الفانكشن اسمه read، تمام؟ ويصير بال variables s. أنا هسا داخل الفانكشن read بدي أعمل cn لكل معلومات ال student، name وال courses الأربعة، لكل كورس في إله نيم وفي إله جريد، تمام؟ طيب خلينا نوقف شوي. إحنا متذكرين أخذنا بالسي بلس بلس أخذنا إنه كيف أبعت variables لفونكشن أعمله passing by value أو by reference. طيب شو الفرق إني أبعت أنا variables by value أو أبعت by reference؟ طيب خلينا نتذكر شوي عشان نعرف شو بدنا نعمل داخل الفونكشن. أول إشي أنا بالمين أنشأت student، data type إله student struct اسمه std، تمام؟ هسا هذا student of type struct student، تمام؟ داخل student struct في عندي name للstudent، في عندي array data type إلها course struct size إلها أربعة، وفي عندي function print، تمام؟ طيب هاي my courses of type course فيها لكل كورس في له نيم وجريد. يعني انا هاي الاري اللي هي ماي كورسز السايز الها أربعة، يعني في عندي أربعة اليمنت، كل اليمنت الداتا تايب له كورس، يعني بكل اليمنت في عندي النيم والجريد، لكل اليمنت نيم وجريد نيم وجريد نيم وجريد. طيب انا هسه حكينا كيف نعمل اكسس، نعمل اكسس للممبر فاريبلز عن طريق الدوت نوتيشن. فانا بحكي له مثلا سي ان اس تي دي دوت نيم، هي هيك بنعمل access للنيم. طيب كيف بدي أعمل access للكورسز؟ مثلا cn std.myCourse of 0 مثلا لأول كورس dot name myCourse of 0 dot grade، هي دخلت معلومات أول كورس، تاني كورس std.myCourse of 1 dot name myCourse of 1 dot grade، تمام؟ عن طريق الدوت نوتيشن بوصل لكل ممبرز variables داخل هذا الستركت. يعني داخل الاندكس 0 في عندي نيم وجريد، الواحد نيم وجريد، يعني لكل كورس في عندي اسمه وفي عندي ايش علامته، تمام؟ طيب هسا خلينا نراجع انه كيف انا لما ابعت variables لفونكشن باي فاليو، شو الفرق اني ابعته باي فاليو او باي ريفرنس. خلينا نشوف الفونكشن اللي معنا. الفونكشن اللي معنا اسمه فن، تمام؟ في بيستقبل two parameters. أول parameters اللي هو integer a، تمام؟ لما إحنا بالعادة integer a هذا بنسميه by value، تمام؟ integer b حطيت علامة هاي الآن، هاي اسمه by reference، يعني ببعت ال a by value والبي بستقبلها باي ريفرنس، تمام؟ طيب بيعمل داخل فانكشن a++ بزيد ال a +1 والبي بزيدها +1. طيب داخل مين شو عملنا؟ داخل مين عرفت variable اسمه x،
أعطيته قيمة مباشرة 5، عرفت variables اسمه y أعطيته قيمة مباشرة 2، عملت كول للفانكشن فان لأنه void عملت له كول عن طريق اسمه مباشرة، بعت له ال x راحت لل a، قيمة ال x راحت لل a وقيمة ال y راحت لل b، تمام؟ بعدين عملنا سي اوت لل x وال y بشوف شو بتصير قيمهم بعد عملية الكول للفانكشن. طيب هسا احنا في عنا للمين في له سكوب، يعني للمين اللي عندي اياه هون في له سكوب، لاي فانكشن في له سكوب، تمام؟ سكوب المين هيو، داخل السكوب المين انا شو عرفت؟ عرفت فاريبلز اسمه اكس، تمام؟ وداخل فاريبلز اسمه اكس فيه قيمه 5، عرفت فاريبلز اسمه واي وحطيت داخله قيمه 2، تمام؟ هذا سكوب المين، تمام؟ مين بيشوف سكوب المين؟ بس المين، يعني مين بيشوف الاكس والواي؟ بس المين، مين بيقدر يعمل اكسس على الاكس والواي؟ بس المين، لانه انا داخل وين؟ داخل سكوب المين، تمام؟ طيب عرفنا هدول التو فاريبلز وحط اعطيناهم القيم اللي بداخل كل فاريبلز، عملنا كول للفانكشن فان وبعدت له قيمه الاكس والواي، انا رحت للفان فانكشن في له كمان سكوب، تمام؟ هي سكوب الفان فانكشن، بعتت ال x لل a by value. شو يعني by value؟ انه انا ال x قيمة تبعت ال x بس بعمل لها كوبي اللي هي 5 وبحطها لل a، يعني بحجز مكان لل a يكون خاص للفانكشن اللي اسمه fun، تمام؟ بعمل كوبي للفاليوز اللي انا بعتها، يعني بعت له الفاليوز تبعت ال x داخل ال x 5، فانا عملت كوبي للفاليوز 5 وحطيتها داخل ال a، تمام؟ انشأت مكان بالميموري خاص فيه، مكان ال A بيختلف عن مكان ال X، ال X إلها مكان بالميموري وال A إله مكان بالميموري، تمام؟ شو بس إنه أنا عملت كوبي للفاليوز داخل ال X حطيتها داخل ال A، تمام؟ طيب نيجي على ال B، ال B أنا بعتها استقبلته باي ريفرنس. شو يعني باي ريفرنس؟ باي ريفرنس يعني إنه أنا ما بعمل، تمام؟ باي ريفرنس انه انا ما بعمل مكان خاص للبي، انا بعت الواي باي ريفرنس، فانا الواي لما ابعتها باي ريفرنس شو يعني؟ يعني ما بنشئ مكان جديد بالميموري، بتصير البي الها نفس المكان تبع الواي، يعني هون البي، تمام؟ البي والواي صار لهم نفس المكان بالميموري، بس البي مين بيقدر يشوفها؟ بس الفانكشن اللي اسمه فن، والواي مين بيقدر يشوفه؟ بس الفانكشن اللي اسمه مين، تمام؟ والفاليوز نفس الشيء اللي هي 2، تمام؟ هاي الفرق انه باي فاليو باي ريفرنس. باي فاليو انا بنشئ مكان خاص فيه وبعمل كوبي للفاليوز، يعني انشأت مكان خاص للاي وعملت كوبي للفاليوز الى 5، تمام؟ اما البي الواي بعتها باي ريفرنس. يعني باي ريفرنس يعني البي والواي صار لهم نفس المكان في الذاكره، بس لكل واحد في له اسم، بس لهم نفس المكان والفاليوز اللي جوا 2، تمام؟ طيب داخل الفن فانكشن عملت a بلس بلس، فصارت قيمه الاي بدل 5 صارت 6، تمام؟ وحكيت له بي بلس بلس، انا البي وين مكانها؟ هيها في إلها مكان ثاني بالميموري؟ لا، هي مكان البي، حكيت له بلس بلس بدل 2 صارت 3، تمام؟ خلصنا من سكوب الفانكشن. لما أنا أخلص من سكوب الفانكشن خلص هذا كلياته شو بصير عندي؟ بنشطب، ببطل في عندي إشي اسمه فن وين بالميموري، كله بروح. لما أخلص أنا هاي لما تسكيرة الفانكشن خلص الفانكشن كله بروح، تمام؟ طيب رجعنا على المين وهاي البي خلص راحت انشطبط. طيب رجعنا على المين، حكيت له سي اوت اكس والواي، الاكس شو رح يطبع لي اياها؟ 5، صار تغيير على الاكس؟ لا، فرح يطبع الاكس قيمتها 5، تمام؟ وسي اوت الواي، الواي كم صارت قيمتها؟ 3، لانه انا بعتها باي ريفرنس فصار التغيير على نفس المكان في الميموري، تمام؟ فهمنا شو يعني باي فاليو باي ريفرنس؟ باي فاليو انا بنشئ مكان خاص فيه وبعمل كوبي للفاليوز، باي ريفرنس لا، بصير نفس الاسم، تمام؟ بنروح نفس المكان، قصدي بالذاكره، بروح بسميه بالاسم اللي انا عندي اياه مثلا بي، بصير اعمل التغيير على نفس المكان. فالمين بشوف التاثير اللي انا عملته وين؟ داخل الفانكشن عن طريق الباي ريفرنس. شوف الاكس ما تاثرت قيمتها، اما الواي تاثرت. ليش تاثرت؟ لان انا بعتها باي ريفرنس،
ما أنشأت مكان خاص للبي، لا، صارت البي والواي لهم نفس المكان في الذاكرة. تمام؟ طيب نشوف إكزامبل تاني، نفس الإكزامبل بس أنا داخل الفانكشن عملت سي إن لقيمة الإكس والواي. طيب نشوف بالمين شو عملنا. بالمين عرفت فاريبلز اسمه إكس وحطيت فيه قيمة 5، عرفت فاريبلز اسمه واي حطيت فيه قيمة 2. تمام؟ فأنا السكوب تبع المين فيه 2 variables، x حقه قيمة 5 والواي فيه قيمة 2. عملت كول للفانكشن فون. تمام؟ وبعثت له الx بعتها by value واستقبل إياه بx variables، والواي بعتها by reference واستقبل إياه بy variables. تمام؟ يعني أنا صار عندي سكوب المين فيه x y، سكوب الفن فيه x. ليش بس ال x؟ لأنه أنا ال x بعتها by value. طب شو بالنسبة لل y؟ by reference. شو حكينا لما تصير by reference ما بنشئ مكان خاص لل y داخل الفن سكوب، لا، بروح على نفس المكان ال y بالمين وبسميها ال y. هاي الواي باللون الأحمر بيعمل عليها access الفن الفانكشن اللي اسمه فن، وهاي الواي باللون الأسود بيعمل عليها access الموجود بالمين. تمام؟ بس الواي هاي والواي هاي لهم نفس المكان في الذاكرة، أما الإكس لأني بعتها by value لا، حجزت مكان إلها خاص بداخل السكوب تبع الفن function. تمام؟ وعملت كوبي للفاليوز اللي هي إكس صارت 5. طيب داخل الفانكشن اسمه فن عملت سي ان للاكس والواي. مثلا نعتبر انه اليوزر دخل قيمة الاكس، مثلا دخلها مثلا 1. تمام؟ فانا الاكس وين اللي بعمل عليها اكسس؟ اللي هي داخل السكوب اللي اسمه فن. انا هاي السكوب تبع الفن، انا مش شايف هاي الاكس، انا شايف الاكس اللي عندي. فمثلا اليوزر دخل 2. تمام؟ هاي 2 عمل سي ان للواي، وين المكان تبع الواي؟ هيو في له مكان ثاني؟ لا، مثلا عمل قيمتها مثلا 5، هاي 5. تمام؟ طيب عملت واي بلس بلس اكس، اول اشي باكس بلس بلس، فصارت زادت قيمة الاكس 1. انا الاكس عندي اياها هاي، ما مش شايف اشي ثاني، صارت 3. وحكيت له واي بلس بلس بدل 5 صارت 6. تمام؟ طيب بدل 5 صارت هنا 6. طيب رجعت خلص السكوب تبع الفن، فكل هذا الفانكشن السكوب تبع الفن كله راح. رجعت على المين وراحت هاي الواي اللي انا سميتها. رجعت على المين حكيت له سي اوت الاكس، اي اكس الموجوده بالسكوب تبع المين اللي هي شو كم قيمتها؟ اللي هي قيمتها 5. تمام؟ فالاكس راح يطبع لي اياها 5، وحكيت له سي اوت الواي، الواي صارت قيمتها 6، لانه انا صار التغيير وين؟ على نفس المكان في الذاكره. اول شيء عملت سي ان الها تدخل 5، عملت واي بلس بلس صارت 6. تمام؟ فراح يطبع قيمه 6. فباي فاليو، باي فاليو ما بتاثر على القيمه الموجوده عندي، بعمل مكان خاص فيه له بالسكوب تبعه. تمام؟ مثلا الاكس بعملت مكان للاكس خاص فيه، لما اخلص من السكوب تبع الفانكشن بشطبها. اثر اشي بالمين بالاكس تبعت المين؟ لا. بالنسبه للواي لاني بعتها باي ريفرنس، لا. شو يعني باي ريفرنس؟ انه انا ما بحجز مكان تاني للواي، لا، نفس المكان اللي انا بعته اللي هي للواي صار لها اسم واي واي. الواي هاي اللي بعمل عليها اكس عن طريق الفانكشن اسمه فن، والواي هاي اللي هي خاصه للمين. عملت سي ان تغير على نفس المكان لانه انا ما عندي مكان تاني، عملت واي بلس بلس كمان تغيرت على القيمه، وبالنهايه اثرت على المين. تمام؟ هاي الفرق انه انا ابعت فن فاريبلز باي فاليو او باي ريفرنس. تمام؟ طيب نرجع على السؤال، ليش احنا راجعنا الباي فاليو الباي ريفرنس؟ عشان انا هون داخل الفانكشن ريد، هسا الفانكشن ريد عندي اياه هو عبارة عن void function. void انه ايش؟ ما بيرجع لي ولا قيمة. طيب انا لما بعتت بالمين ريد، عملت كل الفانكشن ريد وبعتت له الاس تي دي، مين استقبل لي اياها؟ الاس. تمام؟ انا لهيك انا بعتها باي فاليو. لما ابعتها باي فاليو بصير السكوب الاس تي دي الموجوده بالمين، تمام،
تختلف عن الاس المكان الها، تختلف عن الاس الموجود عندي بالريد فانكشن. يعني انا داخل الريد فانكشن في عندي ستودنت اس وله نيم وله كورسز اربعه، ولا كل كورس في له نيم وجريد. وداخل المين في عندي كمان نفس الاشي، في عندي مكان للاس تي دي، مكان منفصل عن الاس الموجود بالريد فانكشن، وفيه نيم وفيه معلومات الكورسز الاربعه. تمام. طيب بس انا داخل الريد فانكشن بدي ادخل معلومات الستودنت اللي انا عرفته داخل المين، فانا اي تغيير داخل الريد فانكشن ما بشوفه بالمين. عشان اقدر انه اشوفه داخل المين فانكشن لازم ابعت الاس تي دي باي ريفرنس. ليش باي ريفرنس؟ عشان اي عمليه سي ان، اي عمليه تغيير داخل الفانكشن ريد اقدر اشوفها داخل المين. عرفنا ليش باي ريفرنس؟ باي ريفرنس عشان يصير المكان اللي اسمه اس تي دي بالمين. تمام. نرجع هون مثلا، هون في عند الاس تي دي بصير له اسمه الاس تي دي، هي المكان له في الميموري. تمام. في له نيم وفي له ماي كورسز، لكل كورس في له نيم وجريد. وبالفانكشن نفس المكان هون. تمام. بدي اسميه اس. تمام. الاس والاس تي دي صار لهم نفس المكان. اذا عملت سي ان للاس دوت نيم مين بشوفه؟ الاس تي دي. لهيك انا بعته باي ريفرنس عشان اي تغيير داخل الفانكشن اسمه ريد اقدر اشوفه جوا المين. هسه داخل فانكشن ريد بدي اعمل سي ان للستودنت نيم وللانفورميشن تبعون الكورسز. فاول شيء بدي اعمل سي ان، حكينا بنعمل سي ان عن طريق اسم ال variables of type student as، بعدين dot name. هيك عملت access لل name variables عن طريق ال as dot name. تمام. بعدين بدنا نعمل سي ان للمعلومات الكورسز الاربعه. فانا عندي for loop integer i equal 0، i اقل من الاربعة لان في عندي انا اربعة كورسز و i بلس بلس. داخل الفور لوب بدي اعمل انا سي ان للمعلومات الكورسز، بحكي له as dot اسم الاري my courses وفي الاي. تمام. وقفت هيك برأيكم صح؟ لا، لأنه أنا حكينا بكل إندكس بالماي كورسز أري في عندها نيم وجريد لأنها أوف تايب كورس. فبحكي له أول إشي دخل لي النيم. تمام. بعدين سي إن دخل لي الجريد، بعدين دوت جريد. اول اشي دخلت نيم للكورسز، بعدين دخلت الجريد تبعت الكورس. هيك بدي امشي على الاربع كورسز، اول اشي الكورس الاول، الكورس الثاني، الثالث، الرابع. تمام. اس دوت ماي كورس زي ما حكينا هون، اس دوت ماي كورس وفي الاي دوت نيم، اس دوت ماي كورس وفي الاي دوت جريد، لانه بكل اندكس انا في عندي نيم وجريد، نيم وجريد. تمام. طيب بس هون في عنا ملاحظة بحكي لنا بالريد فانكشن، في عنا ملاحظة اللي جريد must be between ال 35 وال 100 assume that the user entered different course. يعني أنا في عندي شك على العلامة اللي بدخلها اليوزر الجريد، بحكي لي لازم يكون رينج هاي العلامة بين 35 و 100. فبدي أعمل شك على العلامة في حال كانت أقل من 35 أو أكبر من 100 لازم أطبع له جملة invalid grade زي ما شفنا هنا بالسامبل الانبوت الثاني. لما دخل اليوزر أول إشي دخل اسمه، بعدين دخل اسم الكورس سي، دخل 30. تمام. لما دخل 30 مش من ضمن الرينج إنه من 35 ل 100، فشو طبع له؟ طبع له invalid grade، the grade must be between 35 وال 100. تمام. بعدين شو سمح له؟ حكى له دخل مرة تانية، دخل مرة تانية طلع 65، رجعت عملت عليها شيك، هل هي ال 65 بين ال 35 وال 100؟ إذا ترو خلص روح على الكورس الثاني، إذا لا ارجع اطبع له invalid grade وخليه يدخل العلامة مرة تانية. يعني أنا شو بمشي؟ بمشي بلوب، طول ما هي العلامة مش من ضمن الرينج اللي موجود عندي بدي اطبع له invalid grade وأخليه يدخل مرة تانية. فأنا في عندي لوب اللي هي while loop.
داخل الوايل لوب بدي اعمل عليها شيء، بدي احكي اف. داخل الوايل لوب الكونديشن موجود عندي على الجريد، بدي احكي له اف. اذا كانت طول ما هي الجريد اللي دخلها اليوزر كانت اقل من 35، او الجريد اللي دخلها اليوزر كانت اكبر من 100، تمام. اذا كانت الجريد اللي دخلها اليوزر اقل من 35، او الجريد اللي دخلها اليوزر اكبر من 100، شو بدي احكي له؟ بدي احكي له اعمل له سي اوت ستيتمنت، اللي هي نفس الموجوده عندنا بالاوتبوت فورمات اللي هي invalid grade. احكي له invalid grade، الجريد must be between 35 وال100، تمام. اطلب من اليوزر يرجع يدخل مره ثانيه، احكي له سي ان، ارجع دخل علامة الكورس. خلينا نرجع نمشي فيها شوي شوي. شو عملنا؟ أول إشي خليت اليوزر، أنا داخل الفور لوب عملتها من اي ايكوال صفر عند الاي اقل من 4، لانه في عندي 4 كورسز. اول مره دخلت شو؟ اول مره دخلت اسم الكورس، اسم الكورس عليك اي كونديشن؟ لا، فعادي دخله عادي. تاني اشي دخل علامة الكورس، الجريد تبعت الكورس cns.mycourse في الاي دوت جريد، تمام. بس حكالنا انه الجريد لازم تكون بين 35 و100، فانا عملت تشيك طول ما هي هاي الجريد اقل من 35 اللي دخل اليوزر، او كانت اكبر من 100، اطبع له invalid grade وخليه يدخل مره ثانيه. مثلا اول مره دخل 30، هل ال 30 اقل من 35؟ ترو، دخل حكى invalid grade وطلب منك تدخل مره ثانيه. مثلا ثاني مره دخلت 20، رجعت هل هي ال 20 اقل من 35؟ ترو، ارجع invalid grade، ارجع دخل. بضلني بلوب حتى يدخل علامه صح، تكون الرينج لها من 35 ل 100. مثلا دخل 60، رجعت هل الجريد اقل من 35؟ لا. هل الجريد اكبر من 100؟ لا. فخلص 60، خلص خلصنا، نطلع من الوايل لوب ونروح على الاندكس الثاني اللي هي علامه الكورس الثاني. اتفقنا؟ وايل لوب لاني انا بدي اضلني امشي لوب حتى يدخل اليوزر العلامه الصح. في حال دخل علامه صح خلص بطلع من الوايل لوب، بروح على الكورس اللي وراه، بدخل اسمه وعلامته، برجع بعمل شيك على العلامه، تمام. طيب هيك بنكون احنا خلصنا الريد فانكشن، تمام. طيب بعد الريد فانكشن شو عنا مطلوب؟ فانا هسه هون داخل المين، لما عملت كول للفانكشن ريد وبعثت له الاس تي دي، تمام، وعملت داخل الريد فانكشن هاي الشغلات كلياتها، دخلت النيم وعلامات الكورسز الاربعه واسمائهم، هاي كل اي كل التاثيرات اللي صارت داخل الفانكشن ريد مين بشوفها؟ بشوفها المين، وبتصير داخل الاس تي دي. يعني انا لما ارجع على المين داخل الاس تي دي في كل المعلومات اللي دخلتها داخل الريد فانكشن، لانه المكان تبع الاس تي دي بالميموري نفس المكان تبع الاس بالميموري، فالاثنين لهم نفس المكان. فانا لما كنت اعمل سي ان كنت اعمل سي ان على نفس المكان، وبالنهايه لما رجعت على المين شفت كل التاثيرات اللي صارت بالفانكشن، وشفت كل عمليات السي ان اللي انا دخلتهم. عرفنا ليش بعثناه باي ريفرنس؟ اذا بعثناه باي فاليو ما بشوف اي جمله سي ان عملتها داخل الفانكشن داخل المين. خلص اول ما اطلع من السكوب بعمل اكس على، اما لما ابعته باي ريفرنس لا، ابعته باي ريفرنس عشان اي شيء بعمل له سي ان داخل الفانكشن اسمه ريد اقدر اشوفه بالمين. فلازم داخل الريد فانكشن ابعت الفاريبلز باي ريفرنس، تمام. طيب خلصنا من الريد فانكشن، بضل عندنا الجيت افريج فانكشن. بس قبل الجيت افريج فانكشن ما ننسى انه انا في عندي هون فانكشن اسمه برنت، بدي اطبع المعلومات تبعون الستودنت. خلينا اول شيء نعمله بعدين بنروح على الجيت افريج فانكشن، تمام. الفانكشن اسمه برنت، هو عباره كان عن void برنت، تمام، سكر. اول اشي هذا البرنت فانكشن تابع لاشي معين؟ تابع للاستراكت ستودنت. في حال ما كان تابع لاشي معين مثل الريد فانكشن خلص بنخليها زي ما احنا كنا متعودين نعرف الفانكشن. اما لانه البرنت فانكشن موجود داخل الاستراكت ستودنت، يعني موجود ضمن السكوب تبع الاستراكت ستودنت، لازم احكي له انه هذا البرنت تابع للاستراكت اسمه ستودنت. كيف بدي احكي له؟ بدي احكي له
بكتب هنا قبل اسم البرنت فانكشن بكتب له student وبعمل نقطتين وبرنت. تمام؟ هيك شو بفهم الكومبايلر؟ بفهم انه هذا البرنت تابع للستركت اللي اسمه student. تمام؟ في حال ما كتبت الستودنت خلص بيعتبر هذا الفانكشن برنت فانكشن عادي، يعني فانكشن زي اي فانكشن تاني زي فانكشن ريد اللي احنا عملناه. اما لا، البرنت موجود داخل الستركت اسمه ستودنت لازم احكي له، فبكتب الستركت ستودنت اسم الستركت ستودنت بعدين نقطتين نقطتين اسم الفانكشن برنت. تمام؟ شو وظيفة هذا الفانكشن؟ وظيفته انه يطبع المعلومات تبعون الستودنت اللي هن ايش؟ اللي هم النيم، اللي هم يطبع المعلومات تبعون الستودنت اللي هم النيم ستودنت نيم، ومعلومات الكورسز الأربعة لكل كورس في له نيم وفي له جريد. تمام؟ فأول إشي بدي أحكي له سي أوت نأخذها نفسها من السامبل أوتبوت ستودنت نيم، وبدي أطبع النيم تبعون الستودنت. طيب هسا انا الفانكشن برنت وين موجود؟ حكينا موجود ضمن السكوب تبع الستودنت ستراكت، فالفانكشن برنت بما انه موجود ضمن نفس البوكس تبع الستودنت ستراكت يعني البرنت بيقدر يعمل اكسس مباشره على النيم، وبقدر يعمل اكسس مباشره على الماي كورس من دون ما احكي له مثلا اس دوت نيم. تمام؟ لانه البرنت فانكشن موجود ضمن السكوب تبع الستودنت ستراكت، فانا موجود انا هون، فالبرنت بيقدر يعمل اكسس مباشر للنيم، بحكي له سي اوت للنيم بيطبع للنيم للستودنت، وسي اوت للماي كورس اوف الاي مثلا دوت نيم بيطبع لي معلومات الكورسز الاربعه. تمام؟ فانا هون بدي احكي له سي اوت نيم مباشره لانه انا داخل السكوب تبع الستراكت ستودنت اند لاين، بدي أطبع معلومات الكورسز الأربعة، فبدي أعمل for loop من integer i equal 0 i أقل من الأربعة size للأري أربعة و i plus plus. كل مدى شو بدي أحكي له؟ بدي أحكي له see out الكورس name والكورس grade، فكورس واحد name هاي اسم الكورس الأول، أنا داخل البرنت فانكشن والبرنت داخل السكوب تبع الستودنت ستراكت، حكينا بنعمل مباشرة أكسس على مين؟ على الأري اللي هي اسمها ماي كورس. تمام؟ أحكي له ماي كورس أوف الأي دوت نيم. هيك بنطبع النيم للكورس الأول. تمام؟ فأنا داخل الستركت اللي اسمه student، فمباشرة عملت access على الماي كورس، ماي كورس وفي الاي، فأنا حكينا بكل اندكس في له نيم وجريد لأنه في type course struct فدوت نيم. هي طبعت أول إشي، بس أنا مش دايما رح أطبع الرقم واحد، رقم واحد بناء على رقم الكورس، فأول مرة الكورس واحد، الكورس اثنين، الكورس ثلاثة، الكورس أربعة، فبدل واحد بدي أطبع رقم الكورس. تمام؟ بدل واحد كيف بدي أوصل لرقم الكورس؟ عن طريق الآي. i plus 1 لأنه نبلش عنا الاي من صفر، فالصفر plus 1 اللي هي واحد الكورس الأول، بعدين الكورس الثاني، الثالث، الرابع. تمام؟ نفس هاي الجملة راح أعملها على الجريد. أحكي له see out كورس الأول بس مش name grade. تمام؟ كورس الأول مثلاً الجريد my course of i dot grade. تمام؟ هيك إحنا بنوصل لكل كورس الاسم إله والجريد. تمام؟
هيك نكون خلصنا البرنت فانكشن. طبعا الستودنت نيم مباشر عملنا اكس عليه لانه البرنت فانكشن موجود داخل السكوب تبع الستودنت ستراكت، فبحكي له مباشره سي اوت ستودنت نيم نيم. بعدين عملت فور لوب من اي ايكوال 0 لعند الاربعه عشان امشي على الكورسز الاربعه، كل مره بحكي له اطبع لي الكورس نيم ماي كورس اوف الاي دوت نيم، الكورس جريد اللي هي عباره عن ماي كورس اوف الاي دوت جريد. تمام؟ طيب هيك احنا بنكون خلصنا البرنت فانكشن. بالمين نعمل كول للبرنت فانكشن. هسا البرنت فانكشن حكينا موجود ضمن السكوب تبع الستودنت استراكت. تمام؟ البرنت موجود ضمن السكوب تبع الستراكت ستودنت، ما بقدر اعمل له كول مباشره احكي له برنت. حكينا اي اشي داخل الستراكت عشان اقدر اعمل عليه اكسس لازم عن طريق اسم فاريبلز الداتا تايب له نفس نوع الستراكت. فانا عندي اياه بالمين اسم الستراكت اللي هو الـ variables student std، فأنا بحكي له std.print. تمام؟ ليش حكيت له std.print؟ لأنه البرنت موجود ضمن السكوب تبع الـ student struct، عشان أقدر أعمل عليه access لازم عن طريق اسم variables فـ std.print. تمام؟ هيك بنكون طبعنا معلومات الكورسز الأربعة. شو بضل؟ بضل عندي إياه أطبع إيش؟ الـ average. هون بدي احكي له cout average واعمل كول للفانكشن اللي اسمه average. تمام؟ خلينا نروح نشوف نقرا الفانكشن شو المطلوب منا. فانكشن اسمه get average. تمام؟ a function that compute and retain the student GPA، يعني function بده يحسب لي معدل الطالب، فهو عباره بيرجع لي القيمه، فالمعدل دائما دبل. تمام؟ اسمه get average رح يرجع لي الافريج للستودنت. تمام؟ طيب هذا الفانكشن جيت افريج شو بده يستقبل؟ او انا شو بدي ابعث له داخل المين؟ هي الجيت افريج. تمام؟ عملت كل له، شو بدي ابعث له داخل المين؟ في عندي اكثر من خيار. تمام؟ في عندي اكثر من خيار عشان ابعث للجيت افريج فانكشن. في ممكن انه ابعث له الاس تي دي، ابعث له الفاريبلز اللي اسمه std of type struct student. تمام؟ انا هون بالفانكشن بستقبله كمان variables بنفس النوع اللي هو struct student s. تمام؟ وهون بروح بعمل access على كل كورس بجمعهم لجريد وبقسمهم على اربعه وبرجع الجواب. تمام؟ هي اول حل. بس بهاي الحالة أنا لما أنا بعثت له الـ STD كامل اللي هو of type course student واستقبل إياه بالـ student variables اللي اسمه us، شو داخل الـ scope تبع الـ get average؟ روح حجز مكان داخل الـ scope تبع الـ get average function، راح حجز مكان للـ name للـ student، وراح حجز مكان للـ courses الأربعة، ولكل كورس راح حجز الاسم الكورس، وحجز مكان للجريد للكورس، وراح حجز مكان للفانكشن اسمه برين. تمام؟ طيب أنا في داعي داخل السكوب تبع الفانكشن اللي اسمه جيت افريج أعمل أحجز مكان لكل هاي الشغلات؟ في داعي أحجز مكان لكل هاي الشغلات؟ لا، أنا شو بحاجة؟ بحاجة بس للجريد للأربعة كورسز. فأنا ليش ما أبعث له العلامات الأربعة كورسز وأستقبله بأربعة انتجرز وخلص؟ ما في داعي احجز هدول الاماكن كلهن، وانا يعني ما في يعني ما بحتاج اسم الستودنت وما بحتاج اسماء الكورسز الاربعه. بهيك حاله انا بحجز اماكن وانا مش بحاجه الها، باخذ وقت اقل، باخذ وقت اكثر، وبتصير البرفورمانس للبرنامج تبعي اقل. تمام؟ فما في داعي لهذا كل شيء. ببعث للجيت افريج فانكشن بس ببعث له علامات الكورسز الاربعه، يعني الجريد للاندكس صفر، ببعث له الجريد للاندكس واحد، ببعث له الجريد للاندكس اثنين، ببعث له الجريد للاندكس ثلاث. تمام؟ بهاي الحاله داخل السكوب تبع الجيت افريج فانكشن بروح بحجز بس اربع اماكن للاربع جريد. تمام؟ هيك بوفر انا ميموري، بوفر وقت، وبتصير البرفورمنس تبعت برنامجي اكثر اعلى. فأنا داخل الجيت افريج فانكشن ما بدي اياه ابعث له كل الستودنت فاريبلز الاس تي دي، بدي ابعث له بس الاربع علامات اللي هي عن طريق بحكي له اس تي دي دوت
my courses سمينا الأري إحنا، نتأكد بس من اسم الأري. تمام، أنا بدي أبعت له بس الأربع علامات، ف my courses of 0.grade، هيك بعت له علامة أول كورس فاصلة. نفس هاي الجملة، تمام، بدي أبعت له std.myCourseOf الواحد، هاي علامة الكورس الثاني، بعدين of الاثنين هاي علامة الكورس الثالث، آخر إشي of 3 myCourseOf 3.grade علامة الكورس الرابع. تمام، بعتت للجيت افريج فانكشن بس للاربع علامات، فبالتالي انا داخل السكوب تبع الجيت افريج، في داعي احجز مكان لكل الستودنت؟ لا، انا الجريد عباره عن انتجرز، فانتجر مثلا اكس 1، انتجر اكس 2، انتجر اكس 3، انتجر اكس 4، اللي هن الاربع علامات. بهيك داخل الـ get average function أنا الـ scope تبعه بس بحجز أربع أماكن of type integer للأربع علامات. هيك أنا ما حجزت مكان أنا مش بحاجة إله، وبالتالي بتصير الـ performance للبرنامج تبعي أعلى. تمام؟ هسا هون كيف بدي أحسب الـ average؟ بدي أعرف مثلاً variables اسمه sum، أجمع أول إشي هاي الأربع علامات x1 x2 x3 x4. تمام، جمعنا الأربع علامات، وبالنهاية بدي أعمل ريتين للأفرج اللي هو الصم تقسيم أربعة بس بوينت زيرو عشان يرجع لي إياه كقيمة دبل. تمام، وهذا الفانكشن مش تابع لأي إشي، فعملنا له كول مباشرة جيت أفرج وبعت له الأربع علامات. تمام، طيب نجرب نعمل ران. هنا أعطانا غلط على الـ student مسمي student. تمام، أنا كنت كاتبة خطأ. طيب نجرب نعمل run، هاي أمورنا تمام ما عنا أي مشاكل. نجرب نعمل submit، هيك أمور البرنامج كلها تمام ما عنا أي مشاكل. تمام، تمام، أي سؤال أي استفسار تقدر تبعته على الليرنينج، وإن شاء الله يوم الاثنين رح يكون اللايف شرح لهذا اللاب. تمام، نناقش كل الأمور اللي إحنا أخذناهم. يعطيكم العافية.